لم يختلف هذا اليوم الاثنين في حلب وريفها عن سابقه من الأيام الأسبوع. هنا كما تشاهدون الآن نحن معكم من حي المشهد في حلب، في أحياء حلب المحررة. هذا الحي تعرض أيضا اليوم صباح اليوم لعدة غارات من الطيران الحربي والمروحي، قصف من خلالها الطيران هذه المناطق، وكانت الضحية هي دمار أعداد كبيرة من هذه المحلات والمنازل السكنية، ولكن شاء الله وشاء القدر بأن لا يكون هناك شهداء هذه الحصيلة الأولية هنا حتى اللحظة. معي هنا ضيفي نجيب، أحد فرق الدفاع المدني، يحدثنا عن ما حصل اليوم والبارحة. أهلا وسهلا بك نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قام الطيران المروحي بقصف عشوائي امبارح الصبح صباح يوم الأحد، قصف على حي سكري تل الزرازير، نزل برميلين ونزل برميل عندنا بحي سيف الدولة على روضة، مبنى فيه روضة أطفال ابتدائي، راح فيها 15 طفل تقريبا شهيد وعشرات الجرحى. الساعة 4 وتش الصبح نزل صاروخ فيل على حي الأنصاري، أنصاري الشرقي، أدى إلى احتراق منزل بالكامل فيه عائلة 4 أشخاص، احترقوا 4 أشخاص، طفل عمره 20 يوم وطفل عمره 7 سنين والأب والأم. اليوم صباح اليوم الساعة 7 الصبح ألقى براميل متفجرة، أول برميل نزل على حي العمرية، ثاني برميل نزل هون طبعا حي المشهد على سوق الخضرة، ثالث برميل نزل على السكري، والحمد لله رب العالمين اليوم البراميل كلها أضرار مادية، ما في إصابات ولا في شهداء ولا في جرحى. جينا الصبح عم نفتح البسطة ولا هذاك الوضع عم يتشدد، ما حسنا اللي عمل رقدنا نشيل، الحمد لله ما في إصابات طوال، بس غنمات قابول هذول الإرهابية، كنا هذول إرهابية شيء عم تضرب أنت محل إرهابي، إرهابي ما هون، إرهابي هو على الجبهة طلال عنده وأنت زلمة تحام عليه، بس خلق تعبت حوشته لأنه مرضت ما ضل حدا. هلا امبارح ضرب هنيك سيف الدولة، ضرب سيف الدولة ما ضل حدا، أطفال كل الأطفال عم تعي عم تشتغل عم تعلموا عم بتعلم على القرآن على المدرسة، ضرب الجامع اليوم، شوف الجامع جوا ايش صار فيه، كله يعني بلور وازاز، يعني هذا بيت الله، يعني ليش عم بضربه ليش؟ خلي هو عم بضرب يضرب الجماهير ويهجم على الجبل، ليش عم بضربونه؟ هنا كما تشاهدون عبر الكاميرا هنا يحاول المدنيين والأهالي هنا إعادة تأهيل ما خربه وما دمرته قوات النظام عبر الطائرات الحربية والمروحية. هنا الأهالي يعيدون الحياة لهذه الأحياء في حي هنا المشهد. أيضا كما ذكرنا آنفا بأن القصف اليوم تركز على حي العمرية وسيف الدولة وأيضا هنا في حي المشهد. خالد أبو المجد لأورينت نيوز من حي المشهد في حلب.